بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنشرح في الفيديو إن شاء الله كيفية الدخول البريد الإلكتروني جيميل، وهنتعرف على جوجل درايف، وهنتعرف على البريد الإلكتروني، وهنتكلم عن شوية من مزايا البريد الإلكتروني إن شاء الله. زي ما احنا عارفين، البريد الإلكتروني من جيميل المقدم من جوجل هو أحد أفضل خدمات البريد الإلكتروني في العالم. يعني سبب بسيط، بتوفر عدد هائل من مزايا الخدمات، إضافة للحماية الكبيرة اللي بتتمتع بيها جوجل. طب هنحكي شوية مزايا. سعة الجيميل يعني متاح للموظف 5 تيرا. زي ما احنا قلنا، حماية أمنية عالية، صعب اختراقها. جوجل يعني بتشتغل بنظام الكل في واحد، حيث يتيح حساب الجيميل إمكانية الولوج إلى جميع خدمات جوجل بما فيها الخدمة السحابية اللي هي إيش، جوجل درايف. خلينا نفوت البريد من خلال تسجيل الدخول. أقصى اليسار، الآن عشان نفوت على البريد لازم يكون عندك حساب يعني منشأ على الجيميل. فإحنا عندنا حسابات الموظفين والطلبة معروفة، يعني الطالب بفوت بالرقم الجامعي، والمحاضر أو الموظف بفوت باليوزر تبع الدومين الخاص بي بالكلية. خلينا نبلش. بسم الله، اسم المستخدم اي دوت شاعر ات، خلينا نكتب اللي هو النطاق تبع الكلية UCSD.edu.bs. تالي طبعا انت اول ما فوتنا اليوزر اتعرف علينا في الجيميل. الآن الباسورد، طبعا الطالب بيعرف باسورده والمحاضر بيعرف باسورد. نقول التالي، تمام. حكينا قبل ما نفوت للجيميل، خلينا نشوف ايش في خدمات متاحة على البريد الإلكتروني أو مع البريد الإلكتروني. زي ما احنا شايفين قدامنا هنا الدرايف، وهذا مهم جدا هنشرح عنه ونحكي عنه. في عندنا هنا تشات، برضو ميزة ممتازة للتواصل بين المحاضر أو الطالب، أو محاضر ومحاضر، أو موظف وموظف. في عندنا جهات الاتصال ممكن نرتبها حسب ما احنا عايزين. في عندنا ترجمة، في عندنا كيب اللي هو تنظيم المهام، هذه مهمة جدا للموظف الإداري. في عندنا الكلاس روم اللي هو الصفوف الافتراضية، يعني من خلال البريد الإلكتروني مثلا الطالب والمحاضر ممكن يضيف المحاضر يعمل صف ويضيف طلابه من خلال بريدهم الإلكتروني على الجيميل تبع الكلية. أمور سهلة جدا إن شاء الله. فخلينا نفوت على الجيميل. زي ما احنا شايفين قدامنا والبريد الإلكتروني يعني بيدعم تقريبا فوق 40 لغة، من ضمنها اللغة العربية. ممكن تفتح حسابك بدون انترنت على جهازك لما تعمل كمان مهم. لما تحرر رسائل، مثلا تحرر رسائل في الجيميل، هو بيحفظها تلقائيا عشان يقدر المستخدم يرجع لها تاني، استعادة محتويات الرسالة وملحقاتها عند حدوث أي خطأ أو مشاكل تقنية. علامات التوّيب اللي موجودة أمامنا قابلة للتخصيص، يتيح سهولة للتحكم في رسائلك عن طريق عرض الجديد منها بشكل سريع وفوري. خلينا نقول أو نبدأ نشوف كيف ننشئ رسالة إلكترونية. نكبر بس الخط. من خلال إنشاء
تطلع لنا رسالة جديدة هنا المستلمون. في عندنا ميزة لو كتبنا أي حرف هنا هتلاقي مثلا أسماء مدرجة أمامنا الموظفين، تمام. أحيانا بيكون إحنا عاملين دليل أو جهات اتصال، بندوس على إلى هنا جهات الاتصال الخاصة بها، جميع جهات الاتصال زي ما إحنا شايفين. طبعا هنا بنكتب المستلم مثلا، خليني أبعت لنفسي الموضوع، طبعا مهم نكتب الموضوع، هاي التعليم، نحول بس اللغة التعليم الإلكتروني. زي ما احنا شايفين عندنا إضافة أي محتوى في خانة الستيج أو البيو بتاعت البريد الإلكتروني، محتوى هاي التنسيق النصوص سهل من خلال خيارات التنسيق. هنا اخترنا الخط، هنا الخط كبير او صغير حسب الحجم، هنا بولد، هنا مائل، تسطير، يعني زي الوورد تقريبا، اشياء اساسية، تمام. الان خلينا نشوف موضوع الاتاش ارفاق الملفات. زي ما احنا شايفين متاح ارفاق اي نوع من الملفات امامنا، مثلا هي ملف صوت، لاحظوا كيف هي عندنا كمان ملف هاي صورة، عندنا هنا كمان ملفات البي دي اف، مفيش مشاكل، تمام. هنا في ادراج ملفات باستخدام الدرايف، لو في عندنا ملفات موجودة على الدرايف انا مخزنها او انا رافعها، هنتطرق لموضوع الدرايف الان، بس نخلص الجزئية هذه من خلال الدرايف. لو عندنا ملفات مدرجة على الدرايف مثلا، هنا مثلا محاضرات صوتية، اذا في شيء هي فيه هنا عندنا فيديو، تمام، هاي ادراج تم ادراجه من الدرايف. ممكن نضيف في المحتوى هنا صورة مباشر، عرض صورة، هاي الألبومات، هاي تحميل، لو في عندك صورة ممكن نجيبها من النت كمان برابط، نختار الصورة، تمام، نعمل إرسال، تم إرسال المجلد البريد. زي ما احنا شايفين كل الملفات اللي أرفقناها في البريد متاحة. في ميزة هنا الملفات اللي بتجيك على الايميل ممكن انت عطول تحولها وتحفظها على الدرايف تبعك وتنظمها حسب ما انت شايف او حابب، تمام. في هنا ميزة تانية ممكن نعمل تصنيفات، لو مش حابين التصنيفات هذه او عايزين تصنيفات جديدة ننزل لتحت هنا شوية ادارة التصنيفات، وفي عنا هنا انشاء تصنيف جديد. لو دوسنا على إنشاء تصنيف جديد وسمينا هنا مثلا قسم مركز الحاسوب، تمام، مثلا خليه ضمن أو تحت أو جوا تصنيف قسم التعليم الإلكتروني، تمام. الآن أضاف قسم مركز الحاسوب، يعني تصنيف تحت تصنيف او داخل تصنيف قسم التعليم الالكتروني. ميل تتيح لنا اعادة توجيه رسائلنا الى بريد اخر. في بعض الموظفين بيكون عندهم بريد الكتروني تاني وما مش حاب يفتح اكتر من بريد يعني، فبيحاول يوجه الرسائل للبريد التاني. فكيف نعمل هذه الجزئية؟ سهل جدا، من خلال الايقونة الاعدادات، تمام، بنروح هنا في عنا هنا اوبشن، فاحنا المحتاجين الان اعادة توجيه، امامنا هنا اعادة توجيه، اضافة عنوان اعادة توجيه، بندوس ومنضيف الايميل اللي احنا عايزين نوجه عليه الرسائل اللي بتيجي على البريد الالكتروني تبعنا،
طبعا ممكن يكون بالإلكترون ياهو، ممكن يكون هوتميل. التالي بننتظر يعني المتابعة، تمام، إعادة توجيه البريد إلى الإيميل اللي إحنا حطيناه، هاي متابعة. حسنا، الآن لازم نفعل إعادة التوجيه بعد ما أضفنا البريد، تمام. وبنزل تحت في الأسفل هيك وبنعمل حفظ تغيرات. عشان نتأكد من حكاية إعادة التوجيه خليني أفتح بريد تاني أمامنا، هاي جوجل، تسجيل دخول البريد الإلكتروني، هذا اللي احنا عملنا عليه إعادة توجيه. تالي جيميل، طيب خلينا نرجع للبريد إنشاء إلى بي، خليني أبعث لنفسي الموضوع اللي هو إعادة، خلينا نحول اللغة، إعادة توجيه البريد الإلكتروني. خلينا نضيف محتوى، صورة مثلا، تحميل، اختار، تمام. هنعمل إرسال، طبعا وصلتنا الإيميل إعادة توجيه البريد الإلكتروني. خلينا ننتقل للبريد اللي احنا عملنا له توجيه إعادة توجيه، تمام. نعمل تمام، وصل هاي الحساب khcst.kso.bs زي ما احنا شايفين البريد اللي وصلني على البريد الآخر تم إعادة توجيهه للإيميل اللي أنا سمحت له يتم إعادة توجيه الرسائل. موضوع تاني، التصنيفات اللي احنا أنشأناها، احنا ممكن نعلم على البريد الإلكتروني اللي احنا عايزينه ونختاره في أي تصنيف يكون، بس قسم التعليم الإلكتروني هي تطبيق، أصبح يعني أصبحت الرسالة مصنفة ضمن قسم التعليم الإلكتروني. في أكواد ودوال ممكن تسمح لأي موظف مثلا أنت متعود عليه دايما بيبعت رسائل مهمة، فممكن تعمل تصنيف خاص له، وأي رسالة تصلك تلقائي مباشرة تضيفها لهذا التصنيف. إن شاء الله هنشرحها في فيديوهات تانية يعني بصورة أعمق. خلينا الآن بس نفوت على خدمة تانية، تقريبا هيك احنا أجملنا الأشياء المهمة في البريد الإلكتروني التعامل معها، حكينا عنها وشرحناها. الآن خلينا نروح على الدرايف من خلال الأيقونات هيك، تمام. هنا درايف، تمام. زي ما احنا عارفين درايف سعة تخزينية كبيرة، بيعطينا يعني تقريبا يعني ممكن تصل لخمستاشر تيرا، وبيمنح الشخص يعني مساحة كبيرة لتخزين ملفاته ومجلداته. وكمان السرعة الكبيرة اللي بتميز فيها والسهولة للوصول للبيانات من أي مكان يتوفر فيه إنترنت. خلينا نشوف كيف نتعامل مع جوجل درايف. الشاشة طبعا بسيطة، خيارات بسيطة. نبلش، خلينا نشوف كيف ننشئ مجلد داخل درايف. عندك يعني أكثر من طريقة، ممكن هنا من خلال جديد ندوس على مجلد، بنسمي المجلد مثلا مساق، مثلا مساق تفاضل وتكامل،
طبعا هي انشأنا مجلد، خلينا نفوت، او خلينا نحكي الطريقة التانية لانشاء مجلد من الزر اليمين. ممكن كمان نعمل انشاء مجلد، خلينا نفوت على المجلد اللي انشأناه. داخل المجلد انشاء مجلد، يعني احنا هنا انشأنا مجلد وسميناه. عند الدخول للمجلد الخاص تظهر لنا شاشة مائية بأنه بإمكاني أن أسحب أي ملف أيا كان نوعه وفلاته داخل المجلد، أو ندخل داخل المجلد ونقوم بتحميل ملف زي ما احنا هنشوف هنا بالزر اليمين تحميل ملف. اختار مثلا ملف هنا فيديو، أي ملف نوعه مش مشكلة، قديش حجمه مفيش مشاكل، حتى لو صار انقطاع في الانترنت ممكن يعمل تزامن، وهذه ميزة كويسة في رفع الملفات. احيانا بنتغلب في ملفات مجلد كامل ممكن نرفعه مليان ملفات اخرى، فممكن نرفعها مرة واحدة. مثلا عندنا هنا ملف، هنا مثال سطح المكتب، عندنا هنا ملف اسمه التعليم الالكتروني مجلد، مش ملف، مجلد مليان ملفات. بكل سهولة بنمسك المجلد هيك تمام وبنعمل اسقاط، فبلش يرفع هايو حسب اجمالي قديش الملفات داخل المجلد، وبلش يرفع في الملفات. تمام، يلا بعد ما يرفع اي ملفات فبدينا تفاصيل. احنا ممكن هنا نشوف نغير، هنا نغير طريقة عرضه، هنا في تفاصيل مهمة، ايش نوع الملف، الموقع ملفاتي وين موجود. يعني لو ممكن عملنا ملف داخل الملف هذا فبقول لك انه داخل التعليم الالكتروني تم تعديله بواسطة كذا. يعني لو احنا عملنا في ميزة هنا ممكن نعمل مشاركة للمجلد مع مستخدمين او موظفين او طلاب، ممكن اسمح للطالب يشوف اي شيء عندي على درايف، احدد له مجلد خاص انا اسمح له وين يفوت بالضبط. زي ما احنا شايفين كليك يمين مشاركة، نختار الاسماء لو حابين نضيف مثلا اي حد موجود عندنا. تمام، اي طلاب محاضرين. تمام، لو حابين نخلي الملف، يعني لو عندنا كتب إلكترونية وحابين إنه الكل يشوفها كأنها ويب، بنروح على إعدادات متقدمة وبنغير الخاصية هذه، بنعمل تفعيل علني على الويب، هاي حفظ. هيك يعني تتوفر إمكانية البحث والدخول لأي شخص على الإنترنت ولا يلزمه تسجيل دخول، كأنه ويب عادي. هاي حفظ، اعطانا هنا اللينك اللي حنشارك فيه الملف. طبعا ممكن ناخذ الرابط كمان نضيفه في الموديل. اي مجلدات كبيرة، اي ملفات كبيرة موجودة على الدرايف ممكن نعملها مشاركة او رابط لينك على الموديل، اسهل للمحاضر والطالب. حنا نعمل هنا تم، صار الآن الملف هذا متاح. يعني لو احنا اخذنا الرابط كوبي، تمام، رحنا هنا بدون خروج من الايميل الاساسي اللي احنا عملنا عليه توجيه، ودخلنا على الرابط، الآن احنا داخل مجلد التعليم الالكتروني طبعا بدون تسجيل دخول. هاي كل الملفات متاحة أمامنا. تمام، طبعا زي ما احنا شايفين كل ملف له تفاصيل خاصة فيه، وبتعرف الملفات اللي ممكن حد يشوفها غيرك أو لا. تمام، تفاصيل حتى أي تعديل تم فتحه بواسطة مين، تم تعديله بواسطة مين، كله ببين تفاصيل. في هنا حاجة اسمها هنا نشاط،
قيدت الوصول للعنصر. في الاول انا شاركت العنصر، بعد فترة غيرته، يعني اي حركة بتصير على الدرايف انت بتشوفها وبتاخد بالك منها، هذا يعني بيدل على الامان والسكيورتي العالي في جوجل. خلينا نشوف، نرجع للبريد الالكتروني جيميل، او خلينا نشرح جزئية الشات. تمام، ممكن هنا نبحث عن اي موظف حابين نحكي معاه، محمد العكلوك مثلا، يصير بيني وبينه محادثة. السلام عليكم، تمام، تشارك ملفات، تشارك بينك وبينه فيديو ميتينج، يعني تواصل اونلاين بينك وبين اي شخص من خلال شات على بريدك الالكتروني. خلينا نشوف موضوع الكيب، تنظيم المهام وترتيبها وتذكير ملاحظات تذكير. تمام، مثلا بنحط هنا تسليم بيانات محاضرين غدا، نحط الساعة، اختار الوقت اللي يذكرني فيه، الساعة قديش، عدم تكرار، حفظ، اغلاق، غير الساعة بس. تمام، خلينا زي كده. تمام، متعاون لو في حد تاني، مبروك، حفظ، تمام، لوك، ضفنا تذكير، اوردر تذكير لموضوع معين، نضيف كمان واحدة تانية، تسليم، تصميمات المحاضرات، خليها مع محمد أبو شاويش، تمام، فبيسهل علينا تذكيرنا بالمهام وترتيبها وأرشفتها. المهام بتأرشف، يعني ممكن، يعني إيش في مهام تم يعني إدراج على موظف أو المحاضر تتأرشف وبيحفظ حقوقه في تقرير، يعني زي ما احنا شايفين الأمر سهل. خدمات كتير مهمة ممكن واحد يستعين فيها في شغله. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتطرق لموضوع الكلاس روم، وهذا مهم جدا للتواصل بين المحاضر والطالب. السلام عليكم.